بيتك، تهيم على وجهك، ضائق صدرك، لا تدري إلى أين تذهب، ولا تدري أن الله يسوقك إلى الفرج بتدبير منه ولطف. هذه مريم، مريم عليه السلام ذاهبة لا تدري إلى أين تذهب. يقول الحق سبحانه وتعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. ألجأها طلق الحمل إلى جذع النخلة. جذع النخلة هناك الفرج كان. قد تلجئك أزمتك إلى حيث الفرج. والله إننا مغمورون بألطاف الله، والله إننا مغمورون بأفضال الله ورحمات الله في كل شؤوننا. اللهم لك الحمد.